اتمنى لكم كل الخير وكل السعادة يا برج العقرب. نبدأ من البداية ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. ان شاء الله النهاردة معانا قراءة جديدة مبشرة جدا جدا جدا. بداية من اول حاجة بتقول لنا ان كان في فترة هنقول ايه انتظار للمادة، كانت المادة قليلة، كانت شحيحة معانا شوية. بتكلم عن برج العقرب، كانت الاموال اللي جايه قليله، كان في انتظار لفلوس هتجيلك، ممكن يكون ورث، ممكن يكون مبلغ مستحق، ولكن كان يعني حين ميسره مش ساب لفتره. كان مركون، كان متاخر عليك، كان متعطل، ممكن برضو تكون فلوس محوله وكان البنك مأخرها شويه عليك، شيء من هذا القبيل. ان شاء الله هتتفتح كل الابواب وربنا هيصب عليك من الخير صب يا برج العقرب. ان شاء الله في تحسن كبير للاوضاع الماليه، وخلينا نقول الاوضاع الماليه يعني كمان الوضع بتاع العمل هيتحسن. ممكن تعمل مشروع جديد وهيكون ناجح ان شاء الله، ممكن تشارك مع حد في مشروع، ممكن تعمل مشروعك الشخصي، ممكن تشتري عربيه، ممكن تشتري عقار، في عندك كذا وسيله لاستغلال الاموال اللي هتجيلك. اي فكره منهم هتكون فيها منفعه، لانك انت اصلا محتاج ان انت تعمل بالفلوس دي استفاده معينه، مش كل الانتظار ده وما تيجي هنضيعها ونفرتكها، لازم نحافظ عليها ونحاول نمشي بالمتأني كده ونصرفها في محلها بالظبط. خلينا نقول كمان ان شاء الله ان شاء الله يا رب في ليك رحيل للاحزان وبعد للاشخاص اللي كانوا بيضايقوك او بيتنمروا عليك او بيحاولوا ان هم يفرقوك عن حبايبك. في ناس كتير كانت بتحاول ان هي تلعب في الميه العكره وتحاول ان هي تعكرها اكتر وتحاول ان هي توسع الفجوه بينك وبين حبيبك وتبعدكوا عن بعض اكتر بالكلام بالنميمه، بتقعد يقعدوا يزنوا على ودانك او ودانك، سيبوا بعض، ابعدوا عن بعض، انتوا مش هتلاقوا خير في بعض. الاشخاص دول كانوا مزعجين جدا وكانوا بيحاولوا بشتى الطرق ان هم يعملوا الشيء ده، الشيء ده كان بيزعجكم ولكنكم كنتوا بتتميزوا بالصبر، بتحاولوا ان انتوا تكونوا صابرين، بتحاولوا ان انتوا تكونوا متفهمين، ما بتردوش ردود قاسيه، ما بتحاولوش ان انتوا تبعدوا عنهم، وده غلط طبعا، لان انسان عايز لك الشر لازم تبعد عنه وتتاخر وتجري منه بالمشوار زي ما بيقولوا، ولكنك بتتميز بعقل ورزانه كتير يا برج العقرب. تمام في الامر ده؟ ان شاء الله في تجميع لكميه من الافكار البناءه هتتكون عندك علشان تحسن من شغلك وتحسن من وضعك المالي. في بعضكم عايزين يسافروا، نفسهم ان تجيلهم تاشيره، نفسهم في فرصه عمل بره البلاد. عايزين نقول ان في الفتره الحاليه طبعا هو في فرصه، في فرصه في بعض الدول كده اللي سمحت بالسفر والتنقلات، ففي فرصة إن شاء الله ليك للتنقل وللسفر. بالنسبة لبقية الدول فهنبقى نستنى شوية وإن شاء الله الصبر آخره الفرج. إن شاء الله في تحقيق أمنية غالية عندك أوي أوي أوي، بالذات إن في بعضكم عنده محكمة أو قضية وخايفين جدا ومرعوبين منها، وإن شاء الله هتكون المحاكمة في صالحكم وفي تبرئة لصحتكم وفي رد لحقوقكم إن شاء الله، فكل ده خير 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 إن شاء الله. في بعضكم واللي حبيبهم او شريكهم من برج، هنقول ممكن يكون برج عذراء، ممكن يكون برج جوزاء، ممكن يكون دلو، بيحاول ان هو يخرج من حياتكم وبيحاول ان هو يخرج منها ويشوف علاقة جديدة في مكان تاني، او بيحاول ان هو يعمل علاقة مع حد تاني ويحاول ان هو ينسحب من حياتكم بهدوء علشان خاطر يشوف نفسه في حتة تانية. طبعا في الوضع ده انتم عندكم حسن الاختيار وحسن التدبير، ولو حسيتوا اي تغيير من حبايبكم استوضحوا الامر الاول كويس جدا وبعد كده خدوا قراركم واللي انتم تعوزوه. تمام. في نجاحات، في كمان رجوع للأحباب، لبعض الأحباب الذات اللي من أبراج مائية، خلينا نقول هيكون في رجوع في الفترة اللي جاية كويس جدا. طبعا كل حاجة تحت اختياركم،
الناس اللي بتقعد تكتب في الكومنتات شتايم واحنا مش عايزين نرجع، وشتايم وحشة جدا سواء ليا سواء للأشخاص اللي هم بيحبوهم وهم مش عايزينهم. أنا ماليش ذنب في أي حاجة وماليش دعوة بأي حاجة غير بقول لكم اللي أنا شايفاه واللي بتمناه لكم. أنتوا اختياركم، عبر عن رأيك ولكن من غير ما تأذي حد بلفظ، من غير ما تأذي حد بكلمة، من غير ما تأذيني، من غير ما تأذي بقية المتابعين. يعني اكتب كلمة حلوة أو اسكت، تمام؟ عايزين تحطوا لايك أوكي، عايزين تحطوا ديسلايك براحتكم. التعبير عن رأيك لازم يكون في حدود الأدب، تمام؟ يلا بينا نشوف. بالنسبة للمنفصلين من برج العقرب قراءتهم هتقول ايه؟ منفصلين برج العقرب، في بعضكم ومعظمكم متعادين او منفصلين من فترة كبيرة، اعياكم الانتظار والامكم الانتظار، ونفسكم ان انتوا ترجعوا لحبايبكم، ونفسكم ان انتوا تلاقوا الوضع الحالي مستقر بينكم وبين احبابكم، عايزين ترجعوا او ازواجكم كمان عايزين ترجعوا، عايزين تكونوا الاسره من اول وجديد، عايزين ترجعوا للحبيب وتعيشوا مع بعض في سعاده وهنا. احب اقول لكم ان ان شاء الله في رجوع، في تحسن قوي قوي للعلاقات بينكم وبين حبايبكم، كمان في رجوع للازواج، هو بيفكر فيكم، بيفكر في الرجوع دلوقتي، الحبيب ده بيفكر فيكم، انتوا شاغلينه وبيراقبكم وبيلاحظكم من بعد، عامل نفسه مطنش وتقيل ومالوش في الدور خالص، وهو بالفعل هيموت وبيراقبكم بكل ما اوتي من قوة وبكل الوسائل اللي ممكن يراقبكم بيها وانتوا ما تاخدوش بالكم، تمام؟ ففي بشرة خير وفي استماع لاخبار سارة، واحب اما تحصل الاخبار السارة دي تيجوا وتقولوا لي. كمان يا ريت لو وصلتوا لهنا في الفيديو ونسيتوا تحطوا لايك، انزلوا حطوا لايك او حطوا ديسلايك براحتكم. ان شاء الله. بالنسبه لي غير المرتبطين من العزاب ومتاخرين الزواج، بالنسبه للعزاب ومتاخرين الزواج، عريس ان شاء الله او عروسه جايين من بره او راجعين من سفر، او التواصل هيبقى بينهم وانتوا بعيد عن بعض من خلال النت، وبعد ما الامور تتصلح هيكون في سفر ليكم او انهم يجوا هما ويحصل الزواج وتسافروا معاهم. ان شاء الله في تأسيس لحياة زوجية سعيدة، وفي افراح، وفي حاجات كتيرة قوي هتسعد قلوبكم. كمان في احباب في المحيط بيحاولوا يجسوا النبض ويعرفوا مدخلكم منين علشان يدخلوا ويظهروا في الصورة. يا ريت الانغلاق ما يبقاش جامد للدرجة دي، لو انتوا حابين الفكرة يا ريت تسيبوا الباب موارب كده وتتأكدوا من الشخص اللي عايز يدخل من الباب، وبعد كده تسمحوا له بانه يدخل، واهلا وسهلا. ان شاء الله ايامكم كلها سعيدة وهنا، في افراح كتيرة هتدخل عندكم وتنور بيوتكم وبيوت اهاليكم. بالنسبة للمرتبطين من برج العقرب، خلينا نقول كان في مناوشات ومشاكل وخناقة صغيرة كده في الايام اللي فاتت، وكان في زعل كده حبة، وكنتوا بتحاولوا ان انتوا ما تبينوش الزعل ده، وفي منكم اللي غضب وساب البيت وزعل. ان شاء الله في مصالحه، في رد للخير، في تسامح وتصالح، سواء اذا كان من طرف الزوج او من طرف الزوجه او من طرف الحبيب او من طرف الحبيبه ان شاء الله، ويرجع ترابطكم زي الاول وترجعوا للسعاده والهنا اللي بلا حدود ان شاء الله، وربنا يبعت لكم كل الخير وكل الهنا. عايزين نقول بقى بالنسبه للعمل، للعمل لبرج العقرب، فاحنا هنقول ان في تحسن في رحلة او سفر، في انتقال من مكان العمل لمكان تاني او ترقية ان شاء الله، وهتسمعوا اخبار طيبة جدا قبل نهاية الشهر، وهيكون في علاوة او مكافأة هتحصلوا عليها مع المرتب الشهر ده. اذا كلها خير ان شاء الله، ان شاء الله يا رب تلاقوا كل الفرح وكل الهنا حبايبي وحبيباتي من برج العقرب. بتمنى لكم كل الخير وكل السعادة، بتمنى ان ما اكونش تقيلة عليكم وما اكونش ضيفة تقيلة.